السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح الاتحاد هو عنوان فرحتنا. بجمال المعاني وصدق القوافي نكتب كلماتنا وتحمل قلوبنا هذا الوطن. حب بعمق البحار، صفاء الصحاري واتساع السماء. حب الإمارات أبجدية مختلفة لم تخترعها اللغات أو تحملها المعاجم. بمناسبة اليوم الوطني 43 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتقدم قناة الظفرة بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيوخ وأولياء العهود ونواب الحكام الكرام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة. فرحة الإمارات قصيدة شعر نظمها أهل هذه الأرض الطيبة، حبا صادقا يشبه نقاء قلوبهم التي جعلت الإمارات عنوانهم الأول، إمارات العز والشموخ، إمارات سرجت النور نحو مدارج المجد وأشرقت على العالم بلوحة من الضياء. إمارات الاتحاد كتبت بحروف من ذهب في سجلات التاريخ الخالد. هذه الأرض التي روت الضامي وأمنت الخائف وكست العاري ومسحت الدمع بأياد بيضاء كريمة. الإمارات هي روح الاتحاد وبيارق تخفق عاليا تسطر الغد بجيل العز والفخر، بقلوب لا تخاف الموت وتدافع الأرواح. مهرا لك يا بلادي. طبعا مشاهدينا، فرحة الإمارات هو تعبير عن فرحتنا بروح الاتحاد 43، وتغطية مباشرة تمتد لأكثر من 12 ساعة بث متواصلة فيها العديد من الفقرات والفعاليات وضيوف بيشرفونا في استوديو فرحة الإمارات. هو فرحة تغمر القلوب، وصحبتنا لكم غايتنا طبعا، غايتنا طبعا في كل مكان وفي كل حزة. نليق في هذه المناسبة تغطية من زميلنا يوسف الكعبي، بيكون معنا إن شاء الله من العين والذي سيغطي احتفالات العاصمة. يوسف الكعبي اليوم بيكون أبو ظبي إن شاء الله في العاصمة إن شاء الله. ويوسف الكعبي ما شاء الله معنا إن شاء الله بتكون من عاصمة أبو ظبي من أمام كورنيش أبو ظبي، وزميلنا يوسف المعمري أيضا الذي سوف ينقل لنا احتفالات مدينة العين من استاد هزاع بن زايد، وأيضا معنا زميلتنا شيمة الشمري إن شاء الله، وبتنقلنا الاحتفالات من دبي من داخل القرية العالمية. طبعا أما أهم أخبار بلادنا إن شاء الله بيكون معنا زميل أيمن مصبح اللي هو بينقل لنا فرحة الإمارات طبعا من خلال الأخبار في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما فرحة الإمارات هذا الاسم اللي يحمل أجمل إحساس لأغلى وطن، نبدأ مع هذا الكليب الوطني، خلنا ويانا.
ذات يوم من أيام التاريخ الخالدة، أشرقت شمس المعالي تزف البشرى للدنيا. جاد القدر وأفاض بعطاياه، فبزغ نجم فارس على وجه الصحراء. خط الفارس القائد زايد بعصاه الحلم، وبذر البذرة الأولى التي سقاها على مر الأيام من طهر النوايا وينابيع الحكمة. ويوم حانت ساعة الميلاد، أطلق الحكيم الوالد النداء الخالد: حي على الاتحاد. لبى النداء المؤسسون الأوائل، أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات. روح الأخوة في دمهم جمعت القلوب ووحدت الدروب. الثاني من ديسمبر عام 1971 رفع القائد الملهم زايد راية الحلم يدا بيد مع إخوانه، يعلنون للدنيا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. ومضى زايد الخير والعطاء في مسيرته، يؤازره فيها إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات: يبني يخرس ليشيد وطن الأحلام بأركان وأوتاد من نور وبصيرة، وسيجها بضمانات تقود إلى بر الأمان وأولها الإنسان. منذ البدء آمن القائد زايد بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وسخر له الثروة وأسرجها حصان جامح يعبر به كل التحديات، انطلاقاً من التعليم بوابة العبور إلى النور. وبدأت الأحلام تكبر، والإمارات العربية المتحدة تنمو. فالقائد الفارس زايد نقش على جبين الزمن رؤية تمكنت وتكللت، تكاملت وتعاظمت، أزهرت وأثمرت، فأشرقت الإمارات جنة الدنيا كما وعد بها فارسها الذي لم يخلف الوعد. فكان في العسر يسرا وفي الشدائد سيفا وفكرا للوطن والشعب، أخا ووالدا وقائدا. وحمل الأمانة فارس شهم أصيل، فارس نشا على حب الشعب والوطن، ونهل من فكر القائد المؤسس: خير خلف لخير السلف. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائد النهضة الحديثة نحو العلا، يسانده ويؤازره أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ومضت مسيرة النهضة تحصد الأرقام القياسية وتختصر الأزمان والمسافات، ففي كل يوم من عمر الوطن حلم يتحقق وإعجاز، كيف لا وقيادتنا الرشيدة جعلت الرقم واحد هدف المسيرة الحديثة وزرعته في العقول والقلوب. هذه قصة قيادة ووطن، فمن هذه الأرض الطاهرة ومن قلب الوحدة ومن أحضان ألوان الطيف السبعة طاف الكون ومضى يبحر في سفن التاريخ شراع، مد القلب ونشر الحب فعم النور بكل بقاع. نعم يا دولة الإمارات، الاتحاد هو تلك القيمة، القيمة اللي ترسخت في قلوب وضمائر الإماراتيين، حب وتلاحم وتكافل. كل تلك المعاني تجسدت بصدق في معنى واحد هو الاتحاد. هذه القصة اللي سيقف في التاريخ عندها بشكل طويل. يحمل الإماراتيون الكثير من الحب والولاء في قلوبهم لليوم الوطني، هذا اليوم اللي توحدت فيه إرادة الرجال وصدق عزمهم على تأسيس اتحاد قدر المولى عز وجل أن نبقى فيه ونصمد فيه في وجه التحديات. يسرنا يكون معانا في ضيافتنا اليوم الأستاذ محمد بن سعيد بن هلي، شاعر وباحث تراثي. يا مرحبا وسهلا، منور معانا الاستديو. يا مرحبا وسهلا. وبداية بكل الصدق يشرفني أني أشكر قناة الظفرة اللي اتاحتنا الفرصة أن نتقدم في هذا اليوم الغالي العظيم لنا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله بالتهنية الصادقة، كما أتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بنفس التهنية والصادق مع إخوانه أعظم مجلس الأعلى وأولياء العهود و جميع المقيمين على هذه الدولة من مواطن وغير مواطن.
أشكركم مرة ثانية. الله يسلمك. نحن أيضا بدورنا نشكرك على تواجدك معنا ومشاركتنا فرحتنا في بداية اليوم. الله يسلمك يا رب. نحن معنا تقرير بنأخذه مع المشاهدين وإن شاء الله نرجع للحوار. إذا مشاهدينا نخوض في حوارنا لكن بعد هذا التقرير. شهد التاريخ في 2 ديسمبر عام 1971 ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي برزت إلى الوجود بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة طيب الله ثراه. فقد لقيت دعوة سموه المخلصة والحكيمة لجمع شمل الإمارات استجابة واسعة تجسدت في اللقاءات التي تمت بين حكام الإمارات منذ عام 1968 وحتى إعلان الاتحاد بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة وجزءاً من الوطن العربي الكبير تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها واستقرارها ودفع كل عدوان عن كيانها أو كيان الإمارات والأعضاء وحماية حقوق وحريات شعبها وتحقيق التعاون الوثيق بين إماراتها لصالحها المشترك. وقد اتفق الحكام على قيام اتحاد بين إماراتهم وتشكيل مجلس أعلى هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة، ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات، وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للاتحاد، فإن نظام الحكم يتضمن أيضاً سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء، وتشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي، وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الاتحادية العليا، ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى، ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته. في 2 ديسمبر عام 1971 انطلقت إلى الآفاق دولة الإمارات العربية المتحدة قوية بوحدة شعبها، عزيزة بإخلاص قادتها، أبية بصلابة جيشها، غنية بوفرة ثرواتها وخيراتها، كريمة بتعدد عطاءاتها. شاعرنا محمد، بما أن شفنا الفقرة الثانية كانت عن الاتحاد، شو قيمة الاتحاد في نظرك؟ أولا هذه الفقرة أصورها أنا في ذهن كل واحد عايشها من قبل. أنا أذكر قبل الاتحاد وأيام ما تولى الحكم الله يرحمه الشيخ زايد في أبو ظبي، وأذكر العصر الاتحاد في تأسيسه، وأذكر الأيام وأشوف الأيام هذه الحاضرة. ما شاء الله معاصر الموضوع من البداية. فهذا في بيت العمر الذي لا شاف السابق لا تكون عنده القيمة، ما تصور تكون بالقيمة للوقت الحاضر. صحيح. الاتحاد عظيم في عيون كل وقلوب كل من عاصروا الماضي. كنا سابق قبل الاتحاد إمارة، وكل إمارة بعلمها، وكل إمارة بتخصصها، والحمد لله اليوم نظامنا بعد أنا أعتز فيه أمام نظام الدول كلها. صحيح. أن نظام دولة الإمارات نظام كل إمارة لها استقلالية في أمورها الداخلية. نعم. صحيح. ولها ترابط في الأمور العامة، الأمن والسياسة والاقتصاد العام والاقتصاد طبعا. فنحن كنا كيف؟ كنا البدو، والله أنا كانت قصيدة مفروض أني أحضرها عندي بهذا الموضوع، نذكر كيف كنا وكيف كنا وكيف كنا، ثم الناس يونا وكيف تطورت دولتنا وكيف صارت بهذه القصيدة، ما كانت موجودة عندي ما حضرتها، وهذا اللوم علي أنا وليس عليكم أنتم. ما عليك مرة. عشنا في نشرب الماء في درام. نحن هالقصيدة ما يحضرك منها شيء؟ لا والله ما يحضرني. زين، عيل بناخذ بعدين قصيدة عن الاتحاد إن شاء الله. فنحن عشنا أهل الساحل، طبعاً نحن هني بالذات أهل الإمارات يتميزون عن باقي الدول. نعم. البدو والحضر هم واحد. واحد. صحيح. يعني صحيح. أهل البر
يروحون البلاد ويصيرون غوص ويصيرون وهل البحر نفس الشيء عندهم الألفة موجودة طال عمرك من زمان. نعم نعم. فلكن وبعدين الترابط النسب ما بين جميع القبائل، هذا نسيب هذا، هذا خال هذا، هذا خال هذا. وأنا دائما أقول أصحاب السمو الشيوخ رحم الله ميتهم وحفظ الله لنا حيهم، هم وحدونا سياسيا، وهذا أهم شيء. وحدونا سياسيا، كنا نسكن في بيوت من بيوت الشعر، من اليواني، من شير المرخ، من يريد النخل، كان مانا في المدينة يجيبه راعي الماء اللي هو اللي يبيع الماء. ويجيبه من طوي، وفي البر كنا نجيبه في السيارات درامات، أنا أذكر في عصري هذا يجيبون درامات ماء. يكمل شهر الماء يتحول حمر، نحط الغترة نشرب من وراء غترتنا. اليوم الحمد لله الطرق، أنا أذكر في الكسيد حتى الطرق ذكرت فيها، الطرق كانت غير صالحة، كلها مطبات وغرز. اليوم اللي شو دولة الإمارات يعني ما يصدق في هذا الوقت السريع صارت بهذا المستوى. وأنا أقول في ندواتي دائم، ليس البترول أو المال هو اللي يرفع الدولة، أو العلم أو استغلال، هي كلها وسائل. نعم، هذه وسائل فقط تقوي من رسالة الله ثم القيادة الحكيمة. نعم، نحن الله أكرمنا. وأنا أتعجب يعني البعض يقولون سمعتنا بالكلام هذا عن استبدال وكذا، نحن قبائل ولا نرضى يحكمنا إلا شيوخنا اللي ورثناهم عن يدودنا وعن أباهم، وأنا أعتبرهم ملك لنا. نعم، ملكنا، تاج نزيبة أمام العالم ودرع نحتمي وظل نستبرد فيه. نعم، اليوم نحن خلنا نكون واقعيين، هناك خمس أشياء تتوفر للمواطن، خلونا نناقش نعددهم. واحد منها التنمية الاقتصادية. نعم، والتنمية الاقتصادية تنقسم إلى قسمين، قسم توفر الدولة وقسم يقوم بالذات. صحيح، اليوم الدولة الطرق والإنارة والأمن وغيرها والخدمات الأخرى والبيوت الجاهزة والأمور، هذا وين تقدم الدولة. نرجع للقسم الثاني اللي تقدمه أنت يا المواطن. صحيح، تاجر وغير المواطن، تاجر مع أي دولة ضمن النظم والقوانين والمتبعة، ما حد بيقول لك أعطني رشوة تنمية. نعم، أو كذا ولا هذه لا تورد ولا هذه التنمية الاقتصادية. ننتقل للعلم، التعليم عندنا اليوم ينقسم طبعا إلى قسمين اللي هو المناهج والمواد. اليوم حلوين في المدارس عندنا نوعين من المدارس. نعم، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. أنت حر وين تبغي. صحيح، ممكن تتمنى أن تكون المناهج، وقلي مشروع من ضمن أنا حوالي 80 مشروع في الدولة منها المناهج. الموضوع الثاني التثقيف، وهذه المسؤولية بالدرجة الأولى على الأسر وعلى وسائل الإعلام. صحيح، أنت تنقصنا في وسائل الإعلام، الإعلام 75% توصل المعلومة والثقافة من داخل الخارج، على وسائل الإعلام بالذات الوسائل الإعلام المحلية أنها تقدم برامج قيمة لقيمة دسم ترتقي بها بالضبط. بالضبط، أننا اليوم شيوخنا سووبنا رسمونا الخطة. صحيح، تولوا القيادة، لكن اليوم اللي يدير الدولة المواطنين. نعم، الوزراء من المواطنين. طبعا الهيئات والبلديات والموظفين وكلهم المواطنين. في نفس الوقت يشاركونا أخواننا لغير هذا الدار، يشاركونا في بلدهم الثانية. صحيح، فالمسؤولية على من؟ على رب الأسرة. رب الأسرة رسم لك الخطة. نعم، لكن عليك أن تقوم. هذا التثقيف لازم أولى الأمور يركزون على تأسيس جيل ناشئ واعي، تنمية هذا الجيل، تربية صالح، مسؤولية. صحيح، مش كلام، مش كلام يقال في المشاركة، لازم يشاركون الدولة والمجتمع. المرأة ثلاثة أرباع المجتمع هي عليها المسؤولية الأولى. طبعا على الأبو أن يكون قدوة الحسنة. هذا وين؟ هذا الثالث. الرابع شو؟ الصحة، وتشمل الحياة النفسية والاقتصاد. والخامس الكرامة. مش في حد بيقول لك وين رايح، حد بيجيك الساعة 3 يدق على بيتك. صحيح، صح ولا لا؟ هنا المخطي له نظام ولا قوانين ولا سوى الغيبة. أنا أسأل المجتمع. نعم، أسأل وسائل الإعلام، أسأل الناس المتعلمين أن نظهر نقف بشوخنا وقفة. أنا أقول ناديتكم، هل داية تلبون خدمة وطننا يا ربوع المسلم؟ نعم، عاداتنا راحت مع القاد والدون، كلنا يجربها على سيف برا، وحنا نتفرج ننظر الأمر شو يكون ونقول والله أن هذه
مضرة، ما في التفرج وكسل ربح مزبون، حنا لنا عادات بالوصف درة، وديبكم يا نخبة العون مشكلكم اخوان شمع. نعم. تكفون نوقف جميعا والدويني انخره. نعم. نوقف ينبشوخنا ونرفض الهون ونبذل جهود مخلصات نبره، ليش نبقى الأجيال القادمة هن يقولون عصم بذا التاريخ لله دار. نعم. لازم نفكر أن نسلم الشعلة هذه طبعا صح لسانك هيكمتو ثم طبعًا. نقلها إلى تفضل. يعني الشيخ زايد الله يطول بعمره أسس هذا الاتحاد. نعم. وأسس هذه التنمية وعظم الولاء والانتماء للدولة ولشعب الدولة. نعم. قبل ما يعززه في الشعب عززه في عياله. نعم. ويحفظهم جميعا. نعم. فنحن نبغى نتكلم أيضا عن قيم الولاء والانتماء للوطن. نعم. كيف أسهم الاتحاد في تعزيزه لدى أو يعني عيال هالبلاد؟ تسلم. القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. نعم. أنا لما كان حرب الخليج الشيخ زايد الله يرحمه الله عليه استدعى عياله كلهم قال ما واحد منكم يسافر، كم تسوى هذه؟ نعم. قالوا للشيخ زايد الله يرحمه المواطنين ما بيدخلون التطوع، فسوى بيات شعر وشرفت أني أنا أنظم حلقة الشعراء الذي كان في تخرج أول دور المتطوعين. ف شو كانت تقول قصيدة عن انقاطعك؟ قصيدة ما حفظها، بس نقول له أنت يا قائد مسيرتنا نبي نداك ما أدري كيف وتسانك تفارثة ما حفظنا قصيدة كاملة. هو نشد بيتين شعر قلت صح؟ هو نشد هو كتب بيت شعر أنا محافظها بس ما أنا قلت قصيدة بهذا الموضوع وبعدين زارنا حاطين بيت شعر أذكره. لما شاف الجنود يولون بالسلاح وخر دمعته الله يرحمه الله يرحمه. نعم. نحن شوفنا لو بتكلم عنه أنا لا أحب النفاق ولا أحب الكذب ولا أبى شيء، لكني أتكلم أنا حر وأتكلم عن شيوخنا كلهم لما عاشرهم ما أعرفهم منهم. نعم. صحيح. جواهر جواهر والله جواهر والله ما إلى السياح حاكم على مستوى الدولة إلا وجدت قلبه يقطر على الوطن بما ضم من هالدار وغير هالدار يحلم. الشيخ زايد الله يرحمه لما تجلس معاه تجده موسوعة في الحكم في التربية في التراث في السياسة، موسوعة واسعة وعنده سرعة البديهة له وعزيز نفس. نعم. الله يرحمه. نعم. الله يرحمه يا رب. زين أرى يمكن أن نتكلم عن شباب. نعم. والاتحاد وقيمة الوحدة والاتحاد، يعني عندنا تفاعل المواطن الآن. نعم. أول شيء نتكلم كنت نتكلم عن الشباب تفاعل في الدولة نعم نتكلم ونخص الشباب عن الدولة. نعم. الشريحة هذه أول الشباب أهم شيء الدولة أنا ما أصورها أنها قصرت لا في الشباب ولا في الكبار، لكن خلينا نتكلم عن الشباب. نعم. ماذا يملكون؟ يملكون دولة الإمارات العربية، يملكون هذا العلم، فهمت علي؟ خنقة العبرة، نملك شيء لا يملكه غيرنا. أنتوا يا عيالنا اليوم على مستوى الدولة، بدوكم وحضركم أسألكم إلا أنكم تفكرون في مصلحة هذه الدولة. نعم. الدولة وفرتكم كل شيء، هذا الطريق الذي تمشي فيه أنت، الصورة مثل صينية الغداء اللي يتغدى عليها. نعم. افتح المجال لربيعك حتى يتغدى هي. صحيح. صحيح. كن قدوة للغريب في بلادك مثل ما الشيخ زايد الله يرحمه وأخوانه أرفعوا سمعة دولتنا، بالذات الشيخ زايد أرفع سمعة دولتنا، ما نسافر البلد اللي يقولون أنتوا من الإمارات أنتوا عيال الشيخ زايد، رؤساء دول وغير رؤساء دول مسؤولين أو عامة نسمع منهم الكلام هذا. نعم. ودائما اللي نقابل اللي نقول المسؤولين سيروا مثل ما صار الشيخ زايد فينا الله. فالمسؤولية طويل العمر، مسؤولية على الجيل الناشي كبيرة كبيرة طبعا. نحن خذنا من الوقت بما فيه الكفاية، لكن لازم هم يستلمون الشعلة. ما هي شعلة عزة النفس؟ صحيح. الكرامة. نعم. التواضع. نعم. الوفاء الولاء. اليوم أنا لي لائمة مش انتقادية ولكن لائمة ترجع أن كل واحد من الجيل الناشي يراجع. نعم. نفسه. صحيح. يكون رجل في الميدان طبعا. يكون شجاع، ما هي الشجاعة مش أنك تقبض بالسيف وتذبح الناس. نعم. تكون شجاع أنك تفكر كيف تسهم في هذا الوطن. صحيح. نكون أنا أقول لولا التكاتف والتآزر فلا صار هيبة وشانة ولا استوى للممدور. نعم. والطير لولا صفة الريش ما طار كيف انطيارة والغدا الريش مكسور. مكسور. وأذكر. نعم. قصيدة أقول قوم فلا ترجع لوالي أمرها شروى الشموع اللي من النفس اللي من الشمس ذائبة. نعم. ولا تنفع اليمنى بلي أصابع
لو مو ساعدها في لهيب جايب شيوخنا ما بيقدرون يسوون اي شيء. ربي يحفظك اذا ما تكلمنا بالاشعار ما شاء الله عليك. عليك وعلى تبارك الرحمن. نعم وكذلك لا تنفع الاصبع دون ساعد لو تكاتفت وهي على الشيء صعيبه. صح لسانك. نحن دون شيوخنا ما نقدر نعمل اي شيء. نعم تفضل. صح لسانك ما قصرت. شو رايك بما ان عندنا تبريكات نروح نشوفها ونرد لكم. مجموعه من التهاني والتبريكات باليوم الوطني نشوفها مع بعض خليكم معنا. الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، عمل عمل وكفاح ما فيها نهاية إلا نهاية لما الإنسان يدعاه يدعي ربه، أما نهاية عمل ماشي والتاريخ يسجل. هذه المناسبة الطيبة، مناسبة اليوم الوطني 43، أقدم تهنئتي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات وكذلك أولياء العهود، كما أنني أهنئ شعب دولة الإمارات جميعا المواطنين والمقيمين على الأرض، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم على الدولة وعلى الجميع نعمة الاستقرار والأمان والأمن والسلام والسعادة. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، وأرجو من الله أن يعود علينا مناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد والإمارات دائما في مراكز الريادة بين الأمم. أحب أهني لشعب الإمارات العربية المتحدة بيوم الوطني 43، وأجمل وأحلى تهنئة لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وحكام الإمارات، وأحلى تهنئة بعد لشعب الإمارات، وإن شاء الله الازدهار الدائم والمحبة الدائمة لشعب الإمارات. بمناسبة حلول الذكرى 43 لعيد الاتحاد، أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، راجي من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة الخالدة، والشعب الإماراتي ينعم في خير أرضنا الإمارات وتحت لواء قيادتنا الرشيدة إن شاء الله. تقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 43، جعلها الله إن شاء الله كلها أيام سعادة وفرح وإلى مزيد من التقدم والازدهار يا حكومة الرقم واحد. أستاذ محمد وشاعرنا الكبير، الله يحفظك، ربي يحفظك، أنا سعيد جدا بالأشعار اللي تختلط مع الكلمات الجميلة، ربي يحفظك يا رب. الحدود والحواجز أنت قلت في البداية كانت بين الساحل وبين البدو، نعم، مش موجودة أصلا، نعم، وتلاحم أسري كبير جدا، نعم. الآن أيضا ما عاد عندنا إحنا أصلا ما في حدود ولا حواجز بعد ما أصبح الاتحاد، نعم. نبغي المفارقة بين الحدود والحواجز اللي كانت فعلا تفصلنا في الزمن الماضي، نعم، وأين أصبحنا الآن، نعم، بعد الاجتماع، نعم، هذا المتكامل تحت منهج واحد. نعم أولا طول العمر نحن من ضمن اللي عندنا ما وصلت لها، لأن ما كان عندنا عيمي عربي، نعم، ما كان عندنا شيعي سني، نعم، كانوا موجودين لكن حسيب أن كنا، واليوم نحن بحاجة لها هذه الأمور حتى نحافظ على أمن بلادنا ما يكون عندنا تفرقة. نعم. الشيء الثاني سابق كنت إذا بتروح مثلا أبوظبي لازم يكون عندك جواز أو مرور وتمر على التفتيش. نعم. كل إمارة يعني يوم تيها كأنك جاي من دولة أخرى، مش جاي من السفر. نعم. من 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 الموضوع، رغم أن نحن جميع القبائل، أنا كباحث أنا مهتم بالقبائل والعادات والتقاليد وكذا، فالمتناسبين، لكن في نفس الوقت أنت بتروح رأس الخيمة، بتروح الشارجة من دبي، يعني أنت جاي من دبي كأنك جاي من بلاد ثانية. طبعا اليوم هذا العلم يضمنا كلنا. نعم.
شعار شيوخنا في صورة واحدة موحدة. بس هل احنا حسينا به؟ نعم حسينا به، بس حسينا به في قلوبنا. أنا أريد طويل العمر أن يترجم إلى الواقع، إلى العمل. نعم. العمل أن نعم. نوقف بين شيوخنا وقفة الرجل في الميدان. نعم. تم تعليم. نحن اليوم لغزانا عدو، الله لا قاله، هل بننام ولا بندافع عن وطننا؟ أبدا. طيب غازلنا عدو ضياع الهوية، مش هويتنا، مش تداوم على بعير أو كذا، لا، ملبسك، أخلاقك، ولاك، دورك في العطاء. ما التاجر عليه أنه يبحث عن السبل الذي تطور الغذاء أو الاقتصاد الوطني، العالم يسخر علمه، المفكر يسخر فكره بهذا الموضوع. نعم صبر شيماء، أنت كنت تتكلمين عن موضوع المؤسسات، سألتيني على كنت ماخذها أنت موضوع دور المؤسسات والهذا بعد. نعم. كانت تبغى تسأل عن كنت أبغى أسألك شو دور المؤسسات، يعني مؤسسات الدولة التربوية والإعلامية في تعزيز المرحلة هذه؟ أنا لي في الدولة أكثر من 80 نظرية أو مشروع، منها مجالس الإحياء ومنها مشروع تبارك الرحمن. وفي نفس الوقت أنا المؤسسات الإعلامية عليها دور كبير، والتربوية عليها الدور الأكبر طبعا. الأكبر نعم، كلهم مساويات. لكن هذه برامج، أنا لكل مشروع، مثلا مشروع التربية أنا طرحت كرؤية كبرنامج نعالج به. الإعلام طرحته، وأنا أقول كذلك على قناة الظفر، أنا مستعد أني أوقف قدام الجمهور أتكلم إن كان لهم الرغبة أن نحط يدينا فيما بعض. أنا لا أريد مال ولا أريد شيء. نعم. أريد أخدم هذا الوطن الغالي. نعم. بما من الله علي من خلفية من رؤية من الطلاع الحمد لله، الذي ما عندي أستعين به من أصحاب الاختصاص. نعم. حتى نقدر إذا غيرنا ما أعمل، إذا صرت أن أنتقد هذا وأنتقد هذا وأنا روحي ما أعمل شيء، أنا وهمس وأنا أعمل. نعم. مش إلا التربية، الجميع المسؤولين في الدولة عليهم مسؤولية. صحيح. هذا الوزير الذي عين يتقاضى حقوق لخدمة الشعب. نعم. الشيوخنا، ودائما الناس يتكلم شيوخنا يفكروني أنا أدافع عنهم، لا، شيوخنا يشتغلون الليل مع النهار. نعم. ساهرين. صحيح. والله يا ساعات أنا ما ينامون. نعم. نحن هذه الأخوان المسؤولين سواء مدراء بلديات أو هيئات أو وزراء، يجب عليها أن الوزير على الأقل يفتح مجلس في الأسبوع مرتين يتقبل آراء الناس وشكاويهم. حتى شيوخنا كانوا كذا، كان الشيخ زايد الله يرحمه يتقبل، الشيخ راشد مسعيد الله يتقبل، كان فاتحين ميالس ياسمين، تكون ميالس المسؤولين أنه يصير يتقاضى راتب. حتى أصحاب سمو أيضا فتحوا ميالس حق القبائل في مناطق سكنه. هذه يعني طويل العمر أنا طرحت رؤية المجالس هذه من 86 وأنا طالب بها. ما شاء الله. هذه لها نظامها الخاص، يعني كيف تحصي سكان المنطقة. نعم. كيف تشوف وضعهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كيف توضع لهم برامج، كيف الإنسان اللي يختلف في زوجته ما يروح المحكمة، إذا إنسان في السجن يطلع ثم يسدد. نعم. عنه ويبحث عن عمل واستقرار، توضع البرامج التوجيهية، يعني كل مشروع، هاي الثلاثة أكثر من 8 مشروع، كل مشروع له دراسة وله رؤية وله. هل هذه الميالس إحنا نقدر نقول إنها بترد ما كان قبل؟ يوم كان عندنا فريج، الحين ما شيء فريج. ميالس إذا وضعت الميالس بالعكس بتكون أنظم وبتكون أصلح. أن الحين لماذا لا نأخذ من الماضي أفضل ومن الحاضر أفضل؟ نعم. صحيح. المجالس هذه مفروض أنها تدرس وضع المنطقة، تشوف الوضع الاقتصادي. اليوم هذه سوت عطر وهذه سوت عطر وكل باعت، لا، هذا مشروع كبير قدمته أنا للشيوخ. نعم. قدمته للدولة اللي هو التنمية، المشروع الوطني المهني التنموي. نعم. اليوم مش الساحة الحقة هاي ما بيكون له وقت لطرح الموضوع بالكامل، لكن نقدر نعطي رسائل منه. نعم. لكن نحن نتمنى أن تصلح هذه المجالس إصلاحية اجتماعية، تزرع القيم، تزرع المواهب، تنمي المواهب عند الناس، تنمي الاقتصاد الجماعي. أذكر طلعت على الشيخ زايد الله يرحمه. نعم. إنشأ جمعية تعاونية متعددة الأغراض، وقبلها قلت له طويل العمر التجارة محتاجة لي ثلاثة، فسألني ما هي التجارة ثلاثة؟ قلت له أمانة وخبرة ورأس مال. نعم طبعا الله يرحمه. فقال لي بيسرقون عمارهم، قلت له لا يا طويل العمر، الخبرة مش عندهم، فنحن مشكلة عندنا ثقة، يجون يحطون القمر في يد الشمس في يد ويحملون ديون. نعم. ويروحون. صحيح. فطرحت رؤية أن تنشأ جمعية متعددة الأغراض، مصنع السمنت يشتركون فيه، الطرق كذا،
تدري شو قال؟ كني شو اصابع الله يرحمه دق بصدره، قال راس مالهن راس مالها علي. نعم الربحت ورجعت علي بذاتي. شوف شوف انا فيهم الخير. نعم فيهم الخير وفيهم نعم ما قصروا في حد شيوخنا الله يطول بعمارهم ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. انت من اللي عاصروا الاتحاد قبل وبعد. نعم كيف تشوف مدى التطور اللي صار؟ مش تطور رهيب رهيب. نعم يعني انا اذكر في 86 نعم بوشي تحت برج العرب في البحر يوم بدا برج البحر برج قبل يبدوبه. نعم في 86 اذكرهن في القيض بوشي في برج وين برج العرب. نعم اذكر في 69 ندور الحباره في الكرامه احنا في دبي هنا. نعم في القنص ايه تدور حبار تدور حبار تنزل تدور هناك تدور قرب في هالمكان هذا المكان. نعم اليوم شو وين وصلت دبي ترى مكان هذا طلع عمرك كان مكان ايضا بر كان يلستنا هني عزبتي انا كانت وين عند مكان يسوون الرالي هذا. نعم وهذه كانت البوش والهلال وثاني كنت جلبت من بوش العالم سياير بس هني بنقول وين وصلت اليوم. نعم الحمد لله اذا كانت بهذا المستوى شارع الشيخ زايد او نسوى الامارات مول كنا ندعى الطيور هناك. نعم كانت عندي صور في 89 ان هذا الشابي انا اعلم الشباب انا في يوم اسس جمعيه حي التراث الشعبي الدولي. نعم ركزت على الجيل الناشئ فاخذت مجموعه من الشباب فخليته يركب يسرج على الفرس ويركب الناقه ويحلبها ويطبخ ويشل الطير ويدعو رديته. نعم نعم فكانوا يركبون من مقعيه إلين البحر إلين جميلة. نعم. ونقول الله يا فلان اليوم بيت قهوة عندك نبي التواصل مع الأطفال. صحيح ما شاء الله فهذه كانت اللي حدث في دولة الإمارات. نعم شو بقول شو برج الشيخ خليفة يتحدث عنها كل العالم ما يحتاج إلى يعني العين تشوف والأذن تسمع معنا الكلام ما شاء الله. وهذه لكل مواطن وكل مقيم في هذه الدولة حتى المقيمين أنا أقول لهم هاي بلدكم الثانية. نعم صحيح بلدكم الثانية. أنا كلمة وافد ما أحبها هذا اليوم ما حد وافد كل اللي عاش على الدول مقيم عندنا. نعم. مقيم حتى لو كان غير عربي هاي بلاده هاي بلاده يجب عليها ان يحس بها مثل ما احنا نحس بها عندنا ونحن كذلك علينا مسؤوليه تجاه هذيلا. ما نقول هذا مشرع الدار وهذا مشرع الدار هذا بشر لو جيت في بلاده انت اصبحت مشرع. نعم الحمد لله يعني كلنا ضيوف في هذه. نعم 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 بما انك كنت تتكلم عن الاول. نعم لو الفادي. نعم. وعن نعم. الطبيعه اللي كانت موجوده والعنفوانيه وال يعني البيئه الاماراتيه البدويه القديمه. نعم في ناس تقول لك ان لو الفادي كان ابرك على حينه من التطور ومن الازدهار اللي صار وفي ناس تعطيك العكس رايها غير. نعم. انت في منظورك كيف تشوف الامر اجتماعيا؟ نعم. كان اول افضل. نعم نحن نجيب علينا نواكب العالم تطلبات الحياة. نعم. اليوم عندنا مهرجان أكسبو اللي الله إن شاء الله كرمنا صح ولا لا؟ نعم 2020 هذا المهرجان مش طفرة لدولة الإمارات طبعاً. هذه الطرق العالم كانت موجودة طبعاً. عندنا يعني أذكر الطرق اللي تودينا للإمارات بقايا طبعاً. أذكر شو كانت أذكر كيف عايشين. نعم الحياة الاجتماعية السابق كانت طيبة وكان تواصل تلاحم وتواصل حتى ما كنا نعرف الطلبة يعني إن أنا أذكر الناس إذا يو الناس من البر عند الشيوخ ما يقول له أبغى الحاجة الفلانية يقول طويل العمر أبغى الرخصة أبغى اسمح لي بروح طبعا. نعم. الشيخ عرفها أنه ما يابه إلا شيء شيوخنا أول ما يوم الخير أنا أذكر عملوا على الأبار في الصحراء عملوا مكاين بعدين بدوا بالشعبيات بعدوا بالطرق بدوا يعني التطور زين. نعم. لكن فقدنا القيم وهذا المشروع أنا حسيت به في السبعينات والثمانينات كذا. نعم. وطرحت المشروع على الشيوخ وقلنا لهم إذا لم نتدارك سنفقد هويتنا. نعم. أنا لا أقدر أعيد عادات مجتمع انقرضت بعد 50 سنة طبعا صحيح. ولكني بعد 1000 أنا يمكن أرجع للأرشيف أشوف كيف يحلبون الناقة كيف يشيلون الصقر كيف صح ولا الحمد لله أسسنا جمعية التراث الشعبي على الدولة رأيك. لكن فهم التراث عبارة عن خبيزة عبارة عن بالشعر عن جمل. نعم. أنت حين مصب القهوة في كاس تصبها في فنجان. نعم. صح ولا لا صحيح. أنت يعني شو بقول لك لكن كانت رؤيتي غير هذا رؤيتي أن يدخل التراث في الإعلام عليهم مثل ما قلت لك مسؤولية طبعا. في البرامج الإعلامية
مش تقليدي وكذا وكذا، لا ناخذ الماضي افضل من الحاضر افضل. صحيح. نعم. عن كلامنا عن التراث طبعا. طبعا فعلا عن كلامنا عن التراث. صحيح. الحين عندنا ما شاء الله يطول عمر شيوخنا في مهرجانات المزاينه، في مهرجانات التراثيه، زينات زينات. نعم. كل عمل زين، لكن مش هذه. شو التواصل، انا كنت اسهم في مناسبات كثيره. نعم. مثل مكافحه المخدرات وكذا. نعم. وغيرها واسبوع المرور وكذا، لكني انا لا اتكلم عن هذه الوقتيه سبعه ايام وانتهى. نعم. انا بالشيء مستمر مستمر الذي ذو منهجيه. نعم. ذو برامج، ذو خطه عمل. اليوم احنا في دوله الامارات، احنا ابناء دوله الامارات، اليوم المفروض ان علينا الصح، بس علينا من عفوا العالم الثالث. نعم. نحن نسعى للعالم الأول. نعم. العالم الأول لازم يكون منظم. نحن لازم نوعي مجتمعنا للبيئة، لازم يكون رجل بيئة، لازم إلى فرد بيئة من حرموري. نعم. لازم يكون فرد تربية، لازم يكون فرد أمن يمشي في الأمن. صحيح. يحافظ على أمن البلد. لازم يكون قدوة. طبعاً. للآخرين. طبعاً. إن سافر لازم يكون قدوة. صحيح. نعم. لكن وين وسائل الإعلام؟ أنا أقولكم مرة ثانية، أقول قصتي أحط برامج، انت خاطب مع الجمهور، الجمهور هذيلا ما شاء الله أذكياء وفاهمين. نعم. وأعرف منه. نعم. نحن لما نخاطب الشباب عن حوادث اللي تصير اليوم، حوادث كثيرة تصير في دولة الإمارات مثل ما تصير في غيرها، لماذا لا نخفوا هالطرق اللي عندنا المريحة؟ نتناقش إياهم. نعم. ما نقول لهم لا تسرعون، لا تسووا أو ما تسووا، لا نتناقش إياهم. نعم. نتناقش مع أصحاب البيئة. طبعًا. نتناقش مع كذا. نعم. نعم. يعني ايش رايك تروح اتكلم كثير؟ لا بالعكس ما شاء الله عليك، بالعكس حديثك شيق يعني ما تقصر، ونحن مستانسين بتواجدك معنا. ايش رايك نروح لاغنيه وطنيه؟ خذوا راحتكم. الله يحفظك يا رب. طبعا يعني صحيح يعني ان الله وحب الوطن اكبر بكثير من ما تحتويه كلمات او عبارات. نعم. لكن احنا الحين بنروح مع اغنيه وطنيه ونرجع لكم، خليكم ويانا. Yeah.
ما شاء الله فعاليات وأغاني وكليبات جميلة جدا عن الوطن، وكل من يعني يحاول يقدم ولو بمقدار بسيط يعني ويرد شوية من يعني هذا الوطن و يعني الوطن ولا الوطن عبد الله. نعم ولا الوطن وحبه خلى الجميع يتفاعل مع هذا الوطن. نعم. الصغير والكبير. والله أذكر موقف قبل القصيدة، أذكر موقف، أنا كنت في منطقة البرشة باني بيت شعر وعلينا مطر قبل يتوفى الله يرحمه الشيخ زايد الله يرحمه، ومار لابس كندورة عن الشتاء وكذا، ومار فطفل بلباس البامبرس وكذا صغير. نعم. يمكن 3 سنوات لما شافني قال لي بابا زايد ما شاء الله شو الطفل هذا وش عرفه بالشيخ زايد، قلنا احنا كبار فهمنا، قلت له الله يعطيه العافية. فربعي خبي الأولاد ان بابا زايد يا هذا الطفل كيف زرع الله الحب، حب الشيخ زايد فيه. الله يحفظك. على طاري نفس القصة، عندي بنتي عمرها سنة وأربع شهور ما شاء الله، الله يحفظها يا رب. إن شاء الله تشوفني تشوف في التلفزيون ولا واقفة مسوية تشي بديها وتقول أو إي إي عاد هذه عاد هاي يعني انا يوم شفتها يعني شويه والدمعه بتروح. الله يحفظها. ترى قالوا شعرة حتى العجوز اللي وراء بحر بغداد. نعم سمعت على نعم ود الفلاحي ولدها. نعم زايد ما شاء الله البلدان كلها تتكلم عنها. طويلة العمر. اليوم الناس لا تلومونهم اذا قدم شعر او قدم غنية او قدم كذا، حاشا نحن مقصرين بعد. لا والله نحن كذي ومقصرين. طويلة العمر الولا هو في القلب. نعم فهمت علي. نعم. ويكون يترجمون المواطنين وغير المواطنين في انا نظم مهرجان الحين في منطقه الشندقه. نعم. كثير يهنونا بعد ما اكتمل المهرجان، لكن كثير يهنونا بالاتحاد مش من هالدار. طبعا. نعم مبروك الاتحاد. ولما اقول لهم هاي بلدكم الثانيه قال نعم نحن هاي بلدنا وكذا. القصيده اقول فيها اول قصيده اقول انا كلمة رجل تطرق الكل الرجاجي، ما حفظك إلا بيت واحد بس. تفضل. كلمة رجل تطرق الكل الرجاجي. نعم. لكنه نعم ياخذها الرجل من فراده. وأقول الأعمال ما تنجز بكثرة التصويت لو بنكررها مرارا عديدة، لو نقول بنعمل. نعم. ولا يغرنا لبس العقل والتباشيت وضحكة ونكتفي ظل اللي بريد، لا نختار يا أبي بيشتهوا. وكلمة بهذا اليوم يا شيخ سويت واللي مسوين التفاني عديدة. نعم. ما حد يقدر يعمل حاله، لا الحاكم ولا المحكوم. يا كم حي ينحسب جملة الميت وكم ميت لجلها أعماله شهيدة. اليوم الشيخ زايد منو ما يشهد له بأعماله؟ نعم الله يعطيه شوخنا طولة العمر. منو ما يشهد له؟ الغريب والجريب. نعم صح ولا لا؟ فأيها المواطنين أي واحد منكم بيعمل سيشهد له التاريخ حتى الموت. نعم الحمد نعم. لله زي نعم. شو تنشد لنا الحين عن شيء يخص الاتحاد شيوخ دولة الإمارات؟ عندي قصيدة أقول لماذا احنا نتكلم كذا؟ أقول ناديتكم عفوا لا أقول يا سائل عنا بعد مقطع منها ننبيك عنا قول صحيح ما مزور مفاده، اهدافنا بخلاص خدمه وطننا، الله ثم الشعب ثم القياده، ليش؟ حب الوطن اللي وداده فتنا وشيوخنا اهل السلوم العلوم السداده. نعم. الشهم يوقف ينبنى ونفهمنا، قبل يفهمنا سامحين له. واللاش ينظلنا بعين الحكاده. نعم. قصيده طويله. ربنا يحفظك صح لسانك، الله يسلمك ويسلمك. الله يسلمك يا رب، نحن نشكرك صراحه يعني على تواجدك معنا اليوم. جدا ما شاء الله. وان شاء الله نتمنى انك تتابع، عندنا مفاجات وايد في برنامجنا اليوم مباشر ان شاء الله، نتمنى انك ايضا تتابعه وترد علينا ايضا من خلال التواصل الاجتماعي باقتراحات ونحن حاضرين. الله الله يحفظكم. لكني مره ثانيه طبعا انتم مقدمين وكذلك، لكني اتقدم لاداره القناه. نعم. هاي القناه بهوية الوطن. نعم. وباسم الوطن. نعم. الظفرة منطقتنا. فأتمنى أنا مستعد مرة ثانية أن توضع برامج يعدونها أصحاب الاختصاص لنعالج من خلالها تفاعل المواطنين عملي مع نعم. إن شاء الله رسالة وصلت إن شاء الله ورد إن شاء الله ويكون أبيض جزيل الشكر. طبعا الفعاليات في أول نهارها بعدنا عندنا وايد أشياء بتسر الخاطر، في عندنا الأوبريت الوفاء، خلينا نشوفها مع بعض ونرد لكم مرة ثانية.